مرحبا من جديد، هل أنتم بخير؟ اليوم سنتابع نشاط كتابة حرف الأ من كتاب عقود الحروف. في المرة السابقة كتبنا أ بالتلوين المائي، أما اليوم سنكتب أ على النقط. من يتذكر من أين نبدأ بكتابة حرف أ؟ جيد، نكتب أ من فوق، أنزل من فوق إلى تحت خط جالس، ثم أكتب الهمزة، أرسم نصف دائرة وخط. مرة ثانية، من فوق إلى تحت وأكتب الهمزة. الآن سنتعلم كيف سنكتب حرف الآ على النقط. انظروا إلى هنا، نبدأ من النقطة الحمراء من فوق، أنزل أمشي على النقط، أمشي أمشي حتى أصل إلى هنا، ثم أكتب الهمزة أيضا على النقط، نصف دائرة وخط. هل أكتب هنا قرب النقط؟ أبدا، دائما أكتب فوق النقط، ومن ثم أرسم الهمزة. والآن انظروا جيدا وركزوا كيف سنكتب آ على النقط. الآن دوركم، مرروا إصبعكم على حرف الآ. أنزل، جالس، ثم أرسم الهمزة، نصف دائرة وخط. الآن لننتقل إلى القسيمة، سنأخذ المحور الأول أرنب في الصف، ونفتح على النشاط 25، رسم الحرف أ. لنقرأ التعليمة، تقول التعليمة: أتبع النقط وأرسم الحرف أ. هنا على النقط سأرسم حرف أ، أمشي على النقط دائما من فوق إلى تحت، ومن ثم الهمزة، أتبع السهم أبروم نصف دائرة وأرسم خط، هذا حرف أ. من جديد أمشي على النقاط، أنزل خط جالس، ومن ثم أرسم الهمزة على النقاط، دائما على النقاط. ما هو هذا الحرف؟ جيد، هذا الحرف أ. والآن سأقول لكم إلى اللقاء، على أمل أن نلتقي في الحصة المقبلة.